السيسي انفعل عالكل وقال كلمة الحسم في موضوع معبر رفح. الظاهر ان الموضوع خطير قوي واحنا مش واخدين بالنا، ولولا كلمة السيسي الحاسمة وموقفه الحازم من الموضوع كانت الدنيا راحت في حتة وحشة قوي. ايه اللي حصل في موضوع غزة؟ والرئيس عمل ايه؟ ايه حكاية التوجيه الخاص دي؟ كل ده واكتر هتعرفوا التقرير ده من 5 بالعربي. في الساعات اللي فاتت المنطقة كلها ويمكن العالم كله كان بيتابع التحركات والمواقف اللي بتطلع من مصر بخصوص الأزمة المستمرة من يوم 7 أكتوبر اللي فات. مصر قدرت بمساعدات من قطر وأمريكا إنها توصل لهدنة بين الطرفين في القطاع، وده وقف المعاناة الكبيرة اللي كان بيعاني منها الأهالي وسمح بدخول المساعدات ليهم في مقابل الإفراج عن المحتجزين الموجودين في القطاع. لكن دلوقتي أيام الهدنة دي قربت تخلص، وعدد المحتجزين المدنيين اللي كانوا موجودين في القطاع هو كمان قرب يخلص، وده خلى ناس كتير تقلق من إمكانية عودة الصراع مرة تانية بشكل يتسبب في إنهاء حياة آلاف البشر. عشان كده بتقوم مصر بجهود كبيرة جدا لتمديد الهدنة دي أطول مدة ممكنة وتحويل وقف دايم للصراع بين الطرفين، وده بيفصل لنا سبب الاجتماعات المكثفة اللي بيقوم بيها مسؤولين أمنيين مصريين، على رأسهم طبعا اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة مع المسؤولين في أمريكا وقطر والطرفين المتصارعين. المصادر الصحفية والسياسية أكدت أن الاجتماعات دي كان فيها رسالة واضحة جدا من الرئيس السيسي بأن معبر رفح ما ينفعش يكون أداة من أدوات الصراع، وأن مصر متمسكة بقرار فتح المعبر حتى لو في أسوأ الظروف رجعت الأعمال العسكرية قتالية من تاني. موقف الرئيس الحاسم ده كان نابع من حرصه الشديد على أهل القطاع وتضامنه معاهم، خصوصا في ظل المعاناة الرهيبة اللي بيعانوا منها، وده بسبب غياب الخدمات الإنسانية والإغاثية وحتى أبسط مقاومة الحياة زي الأكل والشرب والعلاج. يعني من الآخر معبر رفح بالنسبة لمصر خط أحمر مش هتسمح بأنه يتأثر بأي شكل من الأشكال أو يتقفل بأي شكل من الأشكال كنوع من عقاب لأهل القطاع. وكمان المصادر بتقول ان في تقدم كبير جدا في المفاوضات اللي بتحصل بخصوص تمديد الهدن لمدد اطول والوصول لصفقة واعدة جدا بتتضمن الافراج عن الكل مقابل الكل، يعني كل الاسرى والرهائن الموجودين في القطاع في مقابل الافراج عن كل الموجودين في سجون ولاد العم. لكن في النهاية حل ازمة القطاع مش هتحصل تحت اي ظرف إلا مع إيجاد حل نهائي للصراع المستمر، وده من 75 سنة. واللي أكد الرئيس السيسي فيه إن لازم يتم تطبيق حل الدولتين ووضع قوات دولية أو عربية وتقوم ساعتها بحماية أهل الأرض وتمنع صدمات بين الطرفين. فهل تفتكر إن الجهود الحالية هتساعد في تحقيق الحل ده ولا لا؟ اكتب لنا في التعليقات.